كده يبقى شعب كيمت متلخبط، مش عارف الملك اللي معاه هيعمل ايه. الملك نفسه ضعيف، يعني محدش هيقف قدامنا، لا شعب ولا ملك. انت نسيت يحيى واللي معاه يا دكترة؟ تفتكر هيسيبونا نعمل اللي بنفكر فيه عادي كده؟ يحيى ولد ذكي، لكن انا برضو الدكتور عجيب. انا فاهم هو بيفكر في ايه. ما انت كل مرة بتقول كده يا دكتور وفي الاخر بنرجع ايدينا فاضية. اخرس يا غبي. بعد تفكير طويل، هو ليه يحيى خلانا ندخل معاه من غير ما يستخدم التمثال والتعويذة؟ لقيت تفسير منطقي. يحيى من قبل التمثال وهو على طول بيتحامى في كلمة السر، هي خطوته اللي دايما سابقني بيها، علشان كده بيكسبني. المرة دي هو بيفكر يخلص مني للأبد. أنا برضو لو مكانه هفكر كده بصراحة، بس الفرق المرة دي ظهور يحيى أو اختفاءه للملك في العصر ده مش هيقدم ولا يأخر كتير، وكلمة السر هترجعه زماننا من غير ما يعمل اللي بيفكر فيه، وده خلاني المرة دي أسبق، واللي بيسبق دايما بيكسب. مش هنسيبك توصل للي بتفكر فيه عجيب. ما تفتكرش انك ممكن تنتصر علينا. انا انتصرت فعلا يا يحيى، خطتك فشلت. اطلع شوف اللي بيحصل، وانت تعرف مين اللي سيطر ومين اللي هيخلص من التاني. حتى لو خطتنا ما نجحتش مش هنسيبك تغير تاريخ كيمت. الأمورة الصغيرة مش فاهمة اني هعمل كده غصب عنكم يا مازن. ورينا هتعمل كده غصب عننا ازاي. طيب انا عندي حل، انا هاخد كل البرديات اللي في القصر وحمشي، اصلي مش مشغول قوي بموضوع الملك والقصر زي ما انتوا فاهمين. يحيى، قوات عجيب دخلت القصر. مش قلتلك يا يحيى انا المرة دي اللي هنتصر. حتى لو انت اللي انتصرت هيفيد بانتصارك في زمن هتفضل محبوس فيه للأبد. محبوس للأبد؟ أنا خايف يا دكتور، أنا مش عاوز أفضل في الزمن ده محبوس للأبد. إحياة أبوك. اسكتهم يا أغبية، مش هيقدر يعمل حاجة. اتروعا. تاني، الحق يا دكتور الحق، هيسيبونا ويمشوا. انا ماليش دعوه يا عم، انا عاوز اروح بيتنا. يحيى يحيى، احنا جينا الحمد لله. ايوه انتوا رجعتوا، ما تخافوش. ايه ده؟ طب سلام عليكم. خدني معاك يا عثمان. مش هسيبك يا يحيى.